وصل نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح إلى محافظة مأرب للإطلاع على المستجدات وسير العمليات العسكرية وجهود تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة. وكان في استقباله خلال وصوله إلى مأرب لواء الركن طاهر العقيلي والمفتش العام للقوات المسلحة لواء الركن عادل القميري وعدد من رؤساء الهيئات وقادة المناطق والوحدات العسكرية. وعقد نائب رئيس الجمهورية فور وصوله إلى المحافظة اجتماعا ضم رئيس هيئات الأركان العامة وعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع وقادة المناطق العسكرية بحضور قائد قوات التحالف في مأرب العميد الركن عون القرني، وناقش معهم المستجدات الميدانية والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح وزير الدولة من العاصمة لواء عبد الغني جميل ومحافظي الجوف وذمار وريمة للاطلاع على المستجدات في محافظاتهم وأوضاع المواطنين في ظل استمرار سيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية. ونقل نائب الرئيس خلال اللقاء تحيات فخامة الرئيس المشير ركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهانيه بالأعياد الوطنية والانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني في مختلف الجبهات. وأكد أن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للمحافظين تقتضي العمل بكل جهد لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين، وهي الخدمات الأساسية المتمثلة في المياه والصحة والكهرباء والطرق والتربية والتعليم، والعمل بالتنسيق مع الحكومة الشرعية لتوفير هذه الأولويات. وأشاد نائب الرئيس بالانتصارات الكبيرة التي تتوالى في مختلف الجبهات في الحديدة وحرض ومريس ودمت والبيضاء ومختلف الجبهات، وما سطره الأبطال من تضحيات كبيرة بدعم ومساندة من الأشقاء في التحالف، مؤكدا عزم الشرعية وكل أبناء الشعب اليمني على استعادة دولتهم وإرساء الأمن والاستقرار في ربوع اليمن. عقد نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح لقاء موسعا بعدد من رؤساء الهيئات ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع بحضور لواء الركن دكتور طاهر العقيلي. وجرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات والجهود المبذولة في بناء الجيش والتكامل بين الدوائر والوحدات المختلفة بما يحقق الغرض منه في الحفاظ على أهداف الثورة وحماية المكتسبات الوطنية. ونقل نائب رئيس الجمهورية تحيات فخامة الرئيس المشير ركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتهنئته للقادة بالانتصارات العظيمة في شتى الجبهات. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح في مأرب برئيس وأعضاء اللجنة الطبية العسكرية بمحافظة تعز بحضور لواء الركن دكتور طاهر العقيلي، حيث قدمت اللجنة تقريرا حول عملية معالجة جرحى محور تعز في مستشفيات الداخل والخارج والعوائق التي تعترض عمل اللجنة. وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالجهود التي تبذلها اللجنة مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود للعناية بالجرحى الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم وبما يملكون في سبيل عزة ورفعة الوطن وهزيمة قوى الانقلاب والكهنوت. استقبل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح بمحافظة مأرب المناضل السبتمبري اللواء أحمد عبد الرحمن قرحش. وأشاد نائب الرئيس بأدواره ومواقفه البطولية مع رفاقه الثوار الأوائل الذين أوقدوا جدوة النصر وأضاءوا دروب الحرية وأسقطوا بكفاحهم ووعيهم وصمودهم أسوأ الأنظمة الإمامية الكهنوتية الاستبدادية التي جثمت على صدور اليمنيين عقودا من الزمن تجرعوا خلالها المآسي والآلام. وفي لقاء ودي حضره وكيل محافظة مأرب علي
علي الفاطمي جرى تبادل الأحاديث والنقاشات عن الأوضاع الحالية التي تعيشها بلادنا الحبيبة بسبب انقلاب جماعة الحوثي الإنقلابية التي تمثل نسخة بالغة السوء وصورة من صور الإمامة الرديئة المرتكزة على التجهيل والاستبداد والتمييز الطبقي والعنصري، منوهين إلى أن أبناء الشعب اليمني اليوم باتوا أكثر إدراكا لمخاطر الإمامة ولن يسمحوا بالتراجع للوراء أو العودة عن قيم الثورة والجمهورية مهما كانت التضحيات. زار نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح مقر قيادة قوات التحالف وبرفقته اللواء الركن الدكتور طاهر العقيلي. وكان في استقباله خلال الزيارة العميد الركن عون القرني قائد قوات التحالف بمأرب، والعميد الركن أحمد المسافري قائد القوة الإماراتية، والعميد الركن سلطان الزعابي وعدد من قيادات التحالف. وطلع خلال الزيارة على الجهود التي يبذلها الأشقاء في التحالف العربي. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح محافظ محافظة شبوة اللواء علي راشد الحارثي وقيادات السلطة المحلية واللجنة الأمنية للاطلاع على المستجدات والأوضاع في المحافظة. ونقل نائب الرئيس خلال الاجتماع تحية فخامة الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، منوها إلى توجيهاته التي تقتضي بمضاعفة الجهود لتلبية متطلبات الناس وتوفير الخدمات الأساسية وتثبيت الأمن والاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة وحمايتها. وتطرق نائب الرئيس إلى الأوضاع العامة وما يسطره أبطال الجيش الوطني وأحرار اليمن بدعم من أشقائنا في التحالف من انتصارات كبيرة في شتى الجبهات على طريق استعادة الدولة اليمنية وحماية بلادنا من طموحات المشروع الإيراني التخريبي. ترأس رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك اجتماعا لقيادة البنك المركزي اليمني ومدراء ومندوبي البنوك التجارية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن. وفي الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد والدكتور محمد زمام محافظ البنك المركزي أكد رئيس الوزراء على سياسة الحكومة بوضع اقتصاد الدولة كهدف أساسي لتوجهات الدولة بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مدراء وممثلي البنوك التجارية الذين تطرقوا فيه إلى ما تم إنجازه وبالتحديد في آلية العمل على قرارات البنك المركزي بفتح طلبات الاعتمادات لعملائهم من التجار لاستيراد السلع من المواد الأساسية من حساب الوديعة السعودية المقدرة ب 2 مليار دولار. كما ناقش الاجتماع سهم البنك المركزي في دعم البنوك التجارية ببيع العملة الصعبة الدولار لغرض العلاج تحت شروط وآلية ميسرة. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور معين عبد الملك سعيد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بالغرفة التجارية والتجار. وناقش رئيس الوزراء في الاجتماع بحضور الرئيس وأعضاء اللجنة الاقتصادية مشاكل التجار سواء في منافذ الاستيراد أو توفر السيولة من النقد الأجنبي وفتح باب الصادرات للمنتجات المحلية كونها تعد رافدا كبيرا للاقتصاد وخاصة الفواكه والمنتجات الزراعية، وكذلك العسل، مشددا على ضرورة العمل من أجل توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية الغذائية في أقرب وقت. وأكد رئيس الوزراء بالعمل على حل كافة إشكالات القطاع الخاص بما يضمن تدفق السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأقل كلفة، مشيرا إلى أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي للحكومة في عملها للإسهام في رفع المعاناة عن المواطنين جراء ارتفاع السلع. وقال رئيس الوزراء إن توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية تؤكد دائما على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص كونه ركيزة أساسية للاستقرار وتوفير فرص عمل للشباب.
عقد مجلس الوزراء اجتماعا برئاسة الدكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن لبحث الأوضاع الأمنية والمستجدات العسكرية والإجراءات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتعافي الاقتصادي وتحسين وضع العملة المحلية أمام النقد الأجنبي. وخلال الاجتماع قرر مجلس الوزراء حزمة من القرارات التي من شأنها تعافي الاقتصاد بما يساهم في استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية. وأقر المجلس تشكيل اللجنة العليا للموازنة العامة للدولة واللجنة الفنية، كما كلف وزارة الشؤون القانونية بإعداد القرار وفقا للقانون، على أن تقوم اللجنة العليا للموازنة واللجنة الفنية بإعداد إطار الموازنة للعام 2019 وفقا للمعطيات والمؤشرات المتاحة، وخاصة في جانبية الموارد المتاحة والإنفاق الحتمي ومقدار العجز ومصادر تمويله. كما أقر المجلس العمل بالقرار المتعلق بتعزيز تحصيل الموارد الضريبية والجمركية الذي يلزم بتحصيل جميع الرسوم الجمركية والضريبية على جميع المشتقات النفطية المستوردة. استقبل رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن المبعوث الخاص للسويد إلى اليمن بيتر سيمباي وهانس غرانبرج المسؤول قسم الخليج في وزارة الخارجية السويدية. جرى خلال اللقاء بحث آفاق العمل المشترك والعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها. خلال الفترة القادمة. وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لزيارة السفير السويدي ومبعوث الخارجية السويدية إلى مدينة عدن مثمنا الدعم السياسي والإنساني المقدم من مملكة السويد المميز لليمن والموقف السويدي حيال القضية اليمنية والدعم للحكومة الشرعية ورفضها الكامل للانقلاب الذي نفذته ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران. اجتمع رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بقيادة الشركة اليمنية للغاز وشركة الصافرة النفطية لبحث زيادة الإنتاج في قطاعي الغاز ورفض الميزانية العامة بالموارد المالية من النقد الأجنبي حتى تتحسن الأوضاع الاقتصادية بشكل كامل. وعقد الاجتماع في مدينة عدن العاصمة المؤقتة بحضور أوس العود وزير النفط وحافظ معياد مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الاقتصادية وأعضاء اللجنة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزي محمد زمام. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة خلال هذه الفترة ستتوجه إلى العمل في زيادة إنتاج النفط والغاز اللذان يمثلان ما نسبته 70% من موارد الموازنة العامة للدولة و63% من إجمالي صادرات البلاد في السابق. دعا وزير الإعلام معمر الإرياني الصحفيين والإعلاميين إلى تعبيد الطريق جنبا إلى جنب مع جهود فخامة الرئيس المناضل عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وحكومته لإحداث نهضة تنموية وعمرانية وجذب الاستثمارات وتطمين المجتمع الدولي ومنظماته والبعثات الدبلوماسية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن. وأعلن الوزير الإرياني في الاجتماع الذي عقده في العاصمة المؤقتة عدن بحضور مستشار وزارة الإعلام محمد هشام بشراحيل وعدد من قيادات الإعلام والصحافة وقطاع التلفزيون والإذاعة عن توجيهات الاستئناف العمل في مبنى قناة عدن الفضائية الكائن بمدينة التواهي لإنتاج البرامج وتجهيزها كمرحلة أولى. وقال وزير الإعلام: وجهنا طاقم العمل بالبدء في الدوام وممارسة نشاطهم بعد إعادة التيار الكهربائي وتأهيل المبنى واعتماد 11 مليون ريال لتشغيل القناة خلال نوفمبر وديسمبر 2018 على أن يتم اعتماد موازنة للسنة القادمة. عقد
عقد وزير الإعلام معمر الإرياني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا بقيادة وكوادر مؤسسة 14 من أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر. وأشاد الوزير الإرياني بالدور الذي تقوم به المؤسسة من خلال انتظام صدور الصحيفة التي أصبحت الصوت المعبر عن الشرعية من العاصمة المؤقتة عدن وفي استقرار أوضاعها الإدارية، مؤكدا أن القيادة السياسية برئاسة فخامة الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة الإعلام تقف إلى جانب دعم المؤسسة والصحيفة لمواصلة دورها الإعلامي والتنويري وتبارك جهودها في تطبيع واستمرار أوضاعها. وشدد الإرياني في الاجتماع بحضور مستشار وزير الإعلام القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الصحافة محمد هشام باشرحيل والقائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة رياض محفوظ شرف والقائم بأعمال رئيس التحرير نجيب مقبل على ضرورة مواكبة التطورات التي تشهدها البلاد في ظل جهود الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الرامية إلى إعطاء الأولوية لجهود التنمية والإعمار والاهتمام بالجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطن في عدن والمناطق المحررة وعموم الوطن كافة. تفقد وزيران النفط والمعادن المهندس أوس عبد الله العود ووزير الكهرباء والطاقة المهندس عبد الله محسن الأكوع محطة كهرباء المنصورة للإطلاع على سير العمل وغرفة العمليات المشرفة على عملية استلام وتوزيع منحة المملكة العربية السعودية من الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية. وخلال الزيارة أكد وزير النفط والمعادن على استمرار وزارته في تقديم ما يلزم من دعم وتسهيلات في سبيل استمرار التيار الكهربائي وإنجاح مهمة فريق عمل غرفة العمليات المكلفة بمراقبة عمليات استلام ومتابعة توزيع الوقود المقدم من المملكة العربية السعودية. كما شدد وزير النفط على ضرورة الرقابة على استلام وتوزيع الوقود في بقية محافظات الجمهورية وبما يكفل استمرار التيار الكهربائي على مدار الساعة دون انقطاع. من جهته عبر وزير الكهرباء والطاقة عن ارتياحه الشديد من سير العمل في المحطة وغرفة العمليات المشتركة، مؤكدا على أهمية تكاثف الجهود وعمل الجميع كفريق عمل واحد مع التجاوز عن أي سلبيات أو تصرفات فردية قد تحصل من قبل بعض الأفراد. قال وزير الكهرباء والطاقة المهندس عبد الله الأكوع أن تأخير إعادة تأهيل محطة الحسوة البخارية قد كلف الخزينة العامة للدولة خسائر تقدر ب$20 مليون العام الماضي مقابل شراء الطاقة لتعويض العجز الناجم عن تأخير تشغيل المحطة. جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمحطات التوليد في الحسوة للإطلاع على سير أعمال مشروع إعادة تأهيل المحطة الممول من الحكومة بتكلفة $31 مليون. وشدد الأكوع على ضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن لتجنب مزيدا من الخسائر المالية. كما زار الموقع المخصص لإقامة محطة التوليد الجديدة بقدرة 264 ميجاوات وطلع على عملية تهيئته وتسوية الموقع والإجراءات المتخذة لتنفيذ المشروع. عقد وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الرزاق الأشول في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا موسعا بوكلاء وقيادات القطاعات بالوزارة ومدراء العموم لمناقشة كيفية وضع مصفوفة للأنشطة المقرر تنفيذها خلال 100 يوم القادمة وأيضا خطة عمل للمشاريع التطويرية للعام القادم. وتطرق الاجتماع الذي حضره نائب وزير التعليم الفني عبد الرب المحولي لكيفية تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل للمعاهد وكليات المجتمع في عدن وباقي المحافظات المحررة لحصرها ووضع خطة لصيانتها وترميمها وتجهيزها والعمل على تنفيذ قاعدة بيانات لبرامج الأنشطة التطويرية لعام 2019. وأكد الأشول على أهمية العمل المشترك والمتناسق مع كافة القطاعات والإدارات في الوزارة لتنفيذ البرامج التطويرية والتحسينية في البناء المؤسسي للمعاهد الفنية وكليات المجتمع بالمحافظات المحررة ووفقا للمعايير الحديثة والتأكيد على وضع أنشطة خلال 3 أشهر وفقا للإمكانيات المتاحة.